الزيارات العيدية لأسر الشهداء وتفقد أطفالهم واحتياجاتهم وتلمسا لهمومهم بعد أن قدم عائلهم روحه ودمه فداء للدين والوطن، وهم يدافعون عن مدينتهم وأهلهم. قيادة التجمع اليمني للإصلاح تقوم بواجبها كحاضنة شعبية للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية. أهلا بيت عز وابناءها، مرحبا بالرجال الصامدون. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نكرم أسرهم وأطفالهم وأن نقوم بالدور المطلوب منا نحو أسرهم ونحو الجرحى. وإذا كان هؤلاء هم الآن في ألوية الجيش، لكن الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني يوجب علينا أن نقوم برعاية هؤلاء. الحاضنة لها دور أساس، إذا لم يوجد للحاضنة هذا الدور وإذا لم يوجد للحاضنة هذا التفاعل فمتى سيكون، وإلو متى سيكون أيضا التفاعل مع هؤلاء؟ كيف يكون التكاتف إن لم يوجد في مثل هذه المواقف، وخاصة عندما تكون العملية تكاملية متكاملة من أجل حرية وطن، من أجل وطن، من أجل إنسان، من أجل بشر على هذه الأرض. وكان للجرحى نصيبا من زيارات اليوم في مدينة تعز، حيث تم زيارة البعض منهم إلى سكنهم والتعرف على معاناتهم اليومية وعلاجاتهم التي تقدم لهم، خاصة وأن بعضهم ما زال مقعدا ومحتاجا لعمليات جراحية حتى يعود لممارسة حياته بشكل طبيعي. أهنئ الجرحى جميعا بما أصطفاهم الله سبحانه وتعالى به من جراحاتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم وأن يعجل بشفاهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وندعو أسرهم ألا يضيقوا من جراحات من جرح من أبنائهم أو من أفراد أسرهم. تهنيته بالذات ستكون للجرحى بالطبع، لأنهم هم الوحيدون مع أسر الشهداء الذين يستحقون تهنيتي الخاصة، فأقول لهم أيضا لا يأس، لا تيأسوا، سيأتي يوم ستنتهي الحرب وستنتهي الأوجاع وسنحتفل جميعا في الانتصار، وسيعلن المجرم القاتل الانتحار أمامنا وجميعا سنحتفل بالانتصار. زيارة أسر الشهداء والجرحى واجب ديني وإنساني على كل أفراد الحاضنة الشعبية وعلى رأسهم الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية ومسؤولية السلطة المحلية والعسكريين وكل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. فلولا هؤلاء المضحون لما استقر كل هؤلاء ولما كانت هذه المدينة رافعة للرأس تتباهى بالحرية والكرامة واحترام الحقوق والحريات والسير نحو الدولة المدنية التي ينشدها الجميع.